دكتور يعني مستهدفة للمناطق الحدودية؟ طبعاً طبعاً إحنا نستهدف بمساهمتنا الاجتماعية المناطق المحتاجة. النهاردة بعد اندحار الإرهاب في سيناء وبدأت القوات المسلحة تعيد توطين قرى بأكملها، ترجع الناس لهذه القرى في العريش وفي الشيخ زويد ورفح. النهاردة لابد أن نساعد القوات المسلحة ونساعد أهلينا هناك، وهيكون هناك أيضا قافلة تحتوي على 10,000 بطانية لأهلينا في شمال ووسط سيناء. دكتور جابر نصار، وحضرتك يعني أحد رؤوس الحربة في الحرب على الإرهاب، حضرتك كان لك تصريح مؤخرا بتقول فيه انه تدريس تاريخ طلعت حرب هو اهم من تدريس تاريخ حقبة بن نافع. هذا التصريح ربما البعض يعني قال ان له لا تعارض بين التاريخ القومي وبين التاريخ الاسلامي، يجب ان يدرس هذا التاريخ ويجب ان يدرس هذا التاريخ. ليس لدينا مشكله مع التاريخ الاسلامي ابدا، ولا مع هذه النماذج المضيئه في التاريخ الاسلامي عقبة بن نافع او سيف الدين قطز او خلافه. بالعكس، انا قلت التصريح اولا لم يكن التصريح في اطار الحديث عن محاربه الارهاب، هذا تصحيح. الحديث كان في إطار النهوض بالاقتصاد المصري، ولذلك إحنا بنقول، قلت مع الاحترام الكامل لسير هذه الشخصيات، فأننا الآن نحتاج إلى تدريس نماذج زي طلعت حرب أو لا، لأسباب علمية. أولا النهاردة صعب قوي ان انت تؤصل فكرة البطولة المطلقة، يعني لما تيجي تدرس عنترة بن شداد، عنترة بن شداد واحد بيحارب عالم، فكرة ان واحد يحارب عالم دي بتؤصل في الذهن في الحقيقة مسائل تتعلق بالفردية نموذج للشجاعة، نموذج لكذا، زي أبو زيد الهلالي، زي عنترة بن شداد، ده نموذج في الواقع العمل الحالي اللي احنا عايشينه غير قابل للتحقيق. يعني النهاردة لا يمكن تصور في يوم من الأيام أن يطلع عندنا في القرن 21 عنترة بن شداد أو سيف الدين قطز. طب دكتور، هذا تصور لا يمكن. دكتور جابر وحضرتك، ولذلك إحنا محتاجين أكمل الحتة دي بالذات علشان ده أثر لغط. ولذلك إحنا قلنا إحنا محتاجين نماذج يستطيع أن ينهض بها المجتمع وفق آلياته ومشكلاته. طلعت حرب ده كان معاه لسانس حقوق وموظف في الحكومة المصرية، قدم استقالته وعمل مشروع القرش، ومن مشروع القرش ده عمل 27 شركة اللي احنا عايشين بيهم دلوقتي، اللي هي شركة مصر للطيران. مشروع القرش يا فندم طلعت حرب؟ طبعا طلعت حرب. طلعت حرب احمد حسين؟ لا طلعت حرب يا فندم، اللي هو طلعت حرب، اللي هو عمل اول ما عمل مصنع الطربوش، وبعد كده عمل مصر للطيران، وعمل مصر للسياحة، وعمل استوديو مصر، وعمل حاجات كتير جدا. صحيح. ولذلك النهاردة هذا نموذج يستطيع الآن أن أنت تسوقه للناس الآن، نموذج ناجح قريب مننا. إنما النماذج الأخرى زي قطز أو زي عقبة بن نافع أو زي عنترة بن شداد أو زي أبو زيد الهلالي، مع الاحترام الكامل لهذه النماذج وتقدير بطولتهم، إنما هي نماذج بتتحدث عن بطولات فردية لم يعد لها مكان الآن. النهاردة الأمر الآخر إن أنا بقالي مثلا 20 سنة بدرس هذه القصص، إذن النهاردة حتى من منطق التغيير والتناوب، يعني أنا وأنا في سنة أولى ثانوي درست عنترة بن شداد، ما زال في أولى ثانوي بيدرسوا عنترة بن شداد.